صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الأربعاء 28 آذار. إطلاق استراتيجية علي الأصيلة أو أوثنتيك علي، أمسية شعرية جمعت الشاعرة والإعلامية ماجدة داغر والفنان جهاد الأطرش ومجموعة من التقارير المنوعة. أما ضيوفنا لليوم فهن الأستاذ كريم أبو حيدر، نائب مدير مدرسة الجالية الأمريكية ببيروت ACS، لنحكي معه عن تدشين مدرسة الجالية الأمريكية ببيروت يلي بتشتغل على الطاقة الشمسية. وكمان رح بيكون معنا ضيف تنضوي معه أكثر عن مبادرة جديدة أطلقت، هلأ نعطيكم التفاصيل خلال الحلقة. قبل ما نبلش الحلقة كمان البداية بتكون مثل العادة مع اتصالنا مع مصحف أصوات جوية، ومعنا على الخط الأستاذ وسام أبو خشفي يلي رح يعطينا تفاصيل عن طقس يوم الأربعاء وكيف رح بتكفي الطقس معنا خلال نهاية الأسبوع. أستاذ وسام صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله. تفضل بالتفاصيل طقس اليوم بداية. نعم، نحن تحت تأثير كتل هوائية دافية بتسيطر علينا. هلأ في منخفض جوي موجود فوق ليبيا عم بيجيب معه هواء قوي ومحمل بالغبار، رح يأثر علينا من هون لبعد الظهر. اليوم بعد الظهر تأثيره بيكون، رح نشوف غبار بالأجواء مع رياح نشطة وارتفاع بدرجات الحرارة، ارتفاع ملموس بيكون درجات الحرارة بتوصل ل 29 درجة على الساحل. هلا ابتداء من المساء بيتقلب الطقس، بنبلش نشوف امطار موحله اكيد حتكون ببدايتها. نعم، ومن المتوقع انه تشتد شوي بعد نص الليل. هلا بكره بيكون طقسنا غائم جزئيا لغائم احيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحراره وارتفاع نسبه الرطوبه وضباب على المرتفعات ورياح شديده توصل سرعتها ل 70 كيلومتر في الساعه. نعم، وامطار متفرقه بتتساقط تشتد احيانا مع حدوث برق ورعد، والثلوج ليلا يعني ليله الخميس جمعه على ارتفاع 2200 متر. اوكي، وهذا الطقس مكفي كمان يوم الجمعه خاصه خلال فتره قبل الظهر مع امطار بتكون شوي غزيره بعض الاحيان. نعم، مع برق ورعد وثلوج على 2000 متر. نعم، بتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر. بعد ظهر الجمعة. نعم. أوكي. نعم. خلينا نحكي بالأرقام لليوم قبل ما نختم. درجات الحرارة لليوم على الساحل تتراوح من 17 ل 29 درجة، فوق الجبال من 16 ل 26، بالأرز من 11 ل 21، وبالبقع من 14 ل 30. نعم نعم. أوكي، نحن بدنا نتشكرك على كل هالمعلومات، بنتمنى لك نهار حلو. أهلا وسهلا. نحن رح نرجع نتابع اخبار الصباح. مثل ما ذكرنا ضيفنا رح يكون كريم ابو حيدر من جامعه الاي سي اس لنحكي عن سيستم الطاقه الشمسيه اللي هو يعد الاكبر ببيروت، وجورج الطيف اللاعب الدولي برياضه البلياردو الفرنسي لناخذ منه تفاصيل اكثر عن مشاركته بهالرياضه. رح ننتقل هلا لعند جوال لناخذ فكره عن عناوين صحف بيروت لصباح اليوم. صباح الخير. صباح الخير بيرات لك لكل اللي عم بيتابعونا. جوله سريعه على اصدارات الصحف. اليوم الأربعاء 28 أذار، بداية مثل العادة رح بتكون مع عناوين صحيفة النهار. الإهمال الرسمي يهدد العام الدراسي، مجلس النواب يناقش اليوم مشروع الموازنة، وكنعان ينفي الضرائب، عون أعاد طرح ملف الكهرباء، ووزراء القوات لمناقصات شفافة. دوما تنتظر جوابا روسيا وغموض حول تل رفعت. العباد يتعهد لتركيا منع عبور مقاتلين أكراد إلى أراضيها. الأطلسي يطرد دبلوماسيين روسا، ولافروف سنرد ولن نسكت. وبختم النهار ضمن الافتتاحية بقلم سمير عطلة، طبقة الجشع بلا شبع. إلى عناوين صحيفة الحياة، مفاوضات متعثرة تنذر بهجوم ضخم على دوما، جيش الإسلام يرفض عرضا روسيا لمغادرة الغوطة. أكد أن طرح أرامكو نهاية 2018 وبداية 2019. محمد بن سلمان، أوبك تريد اتفاقا طويل الأمد مع روسيا. السعودية تطالب مجلس الأمن بمحاسبة إيران لدعمها الحوثيين. ذبح قرابين الفصح اليهودي للمرة الأولى قرب بوابات الأقصى. لندن تأمل برد بعيد المدى، وموسكو ترفض الابتزاز. وزير بريطاني أسانج حشرة. وختاما، الروس يتندرون حول الانتخابات والقدرات الخارقة لدولتهم ورئيسهم.
نتابع جولتنا مع عناوين صحيفة المستقبل. عون والحريري يريدان الكهرباء للناس، البواخر أو البديل. السباق الانتخابي بين 597 مرشحا بعد إسقاط ترشيح 320 منفردا. الأسد لدوما، الجلاء أو الفناء. ولي العهد السعودي يعتبر صواريخ الحوثيين محاولة أخيرة بائسة. الملك سلمان سنتصدى لأي محاولة تستهدف أمن المملكة. الأطلسي ينخرط في الحرب الدبلوماسية على روسيا. منافسة حامية بين 6 لوائح في الشوف. مهلة أوروبية لفيسبوك لتوضيح الاختراقات. وختاما بقلم خير الله خير الله، شروط لدولة علوية عاصمتها دمشق. إلى عناوين صحيفة الأنوار، إعلان لائحتي الكتائب والمردة واستبعاد 213 مرشحا لم يدخلوا اللوائح. تصاعد الخلاف بين المسؤولين حول معالجة أزمة الكهرباء. لقاء الشيخ قبلان والقائم بالأعمال السعودي. النيران تلتهم معملا في الزوق. 27 قتيلا بدمشق في قصف بمدافع المورتر. وبقلم المحلل السياسي، الطريق إلى مجلس 2018 قراءة في اللوائح. بالأخبار الاقتصادية، لاغارد تدعو منطقة اليورو لإنشاء صندوق أزمات. نتنياهو تلقى علاجا بالمستشفى. وختاما بالأنوار وبقلم رفيق خوري، حرب باردة ثانية خطرة وبلا معنى. من الأنوار إلى عناوين اللواء، اللوائح تخرج بنصف المجلس ونصف المرشحين، وحملات كيدية تتجاهل البرامج. جعجع على خط الكهرباء بعد كلام عون واختبار التضامن الوزري في جلسة اليوم. روسيا تخير مقاتلي دوما بين الخروج أو الهجوم. هيلي، فشل الهدنة في سوريا يوم عار للأمم المتحدة. ولي العهد، صواريخ الحوثي محاولة أخيرة بائسة. الملك سلمان يؤكد التصدي لأي عدوان. انتخابات دائرة الزهران سور، معركة هادئة بين لائحتين برئاسة بري ورياض الأسعد. اعتصام مفتوح لعمال شركة دباس احتجاجا على عدم دفع رواتبهم. أيضا في عناوين صحيفة اللواء، سفير السعودية في واشنطن، إيران اغتالت الحريري. اعتقال 3 فلسطينيين ونقل نتنياهو إلى المستشفى. إسرائيل تسرع إجراءات افتتاح السفارة. وبعنوان أخير، إلهام شاهين، أثق بمشاركة المرأة المصرية بالانتخابات. متابع جولتنا مع عناوين البلد اللي اكتفت اليوم بعنوان وحيد ورئيسي بعناوين بالصفحة الأولى، وهو الكهرباء أولا ومش فارقة معنا كيف بتجيبوها. من بعدها إلى صحف باللغات الأجنبية بترجمة لعناوين The Daily Star، عون يلوم الوزراء على فشلهم في حل أزمة الكهرباء. وبعنوان أخير، البرلمان يستعد لمناقشة ملف الميزانية. إلى لوريان لجور، وفي عناوينا، جولة جديدة من القتال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حول ملف الكهرباء. صوت التشناق مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى. وبعنوان أخير، باسيل وإرسلان يتفقان لتفعيل المخطط الاستراتيجي السياسي. إلى عناوين صحيفة الشرق، عون أريد الكهرباء ومش فارقة معي كيف بتجيبوها. الحريري، التجربة أثبتت صوابية التسوية. 40 دولة وافقت على خطة لبنان لمؤتمر باريس. الموازنة اليوم في النيابي، البيت الأبيض يحقق مع كوشنر أخلاقيا. الملك سلمان، سنتصدى لأي محاولات تستهدف أمننا. وسام الاستحقاق اللبناني لبرغوث. وبالأخبار الرياضية، كرة آسيا، لبنان يهزم ماليزيا ويبتعد عن المستوى الثالث. وبختم الشرق بقلم عون الكعكي ضمن رأي الشرق ومقالته اليوم بعنوان طابخ السم. إلى عناوين الشرق الأوسط، تركيا إلى تل رفعت بغطاء روسي. بغداد وأنقرة تتبادلان التطمينات بشأن سنجار. منتدى الرؤساء التنفيذيين يعزز الشراكة السعودية الأمريكية. مهجرو الغوطة يطمرون ذكرياتهم في إدلب. اقتراع هادئ في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية وعودة السلفيين إلى المشهد. أهالي روضة سيناء يصوتون ثأرا من داعش. التخوين وإثارة العصبيات سلاحان في انتخابات لبنان. وبعنوان أخير، 5 أسئلة أوروبية لفيسبوك ومهلة أسبوعين للرد.
جولتنا بنختمها مثل العادة مع عناوين صحيفة الجمهورية وبالعنوان الرئيسي: السلطة تستخدم الرشوة الكهربائية. بعناوين أخرى: أولوية الفساد بين القوات وحزب الله. إعادة محاكمة الأسير والأهالي، الانتخابات ورقتنا. الأطلسي يطرد 7 دبلوماسيين روس وموسكو سنرد. وبالأخبار الرياضية: لبنان يخطف الفوز من ماليزيا في الوقت القاتل. وبختم مع صورة رئيسية يلي حملت عنوان: مناصرون للتيار بلغوا باسيل اقرفنا. ومع صورة بنكون عم نختم جولتنا على عناوين الصحف. بريك أول وبنرجع من بعده لمتابعة أخبار صباح. خليكن. جولة فنية وثقافية منبلشها مع معارض الفن التشكيلي، وبتدعي أوديل مظلوم أندراوس إلى معرض للفنان التشكيلي عيسى حلوم، وذلك بجاليري ألوان بالصيفي. هالمعرض اللي انطلق ب 27 شهر رح يستمر لغاية 13 نيسان، وبيفتح أبوابه يوميا ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر إلا نهار الأحد. ورح بيقدم كمان هالمعرض لوحة عملاقة بتمثل البقاع، حجمها لهال اللوحة هو 6 امتار بمترين وعشرين، لكن التفاصيل كلها بتتابعوها بجاليري ألوان بالصيفي. منتابع مع موعدنا، وبتنظم السوليدير وبمشاركة مزارعي ومنتجي الأزهار والشتول اللبنانية الدورة الثالثة من سوق الأزهار والشتول، وذلك من 29 أذار لغاية 30 نيسان. هالمعرض رح يفتح أبوابه يوميا من الساعة 1 ظهرا لغاية الساعة 9 المساء بشارع فخري بيك بأسواق بيروت. منتابع او تيك اكشن او تحرك هو عنوان الكونسرت اللي رح يستقبله الوان بيروت اليوم بمشاركة عدد كبير من الفرق اللبنانية مثل مين، ايمي سماك دادي، كوزو وغيرهم. نسمع لفرقة ايمي سماك دادي. مثل كل سنة ليلة 14 نيسان مجموعة كبيرة من المتاحف اللبنانية رح تفتح أبوابها مجانا خلال فترة الليل، وذلك بإطار دورة جديدة من لانوي دي ميوزي 2018 اللي بتنظمها وزارة الثقافة. 13 متحف بيتوزعوا ما بين بيروت، بيبلوس، الكورة وصيدا رح يستقبلوا زوار لكن بصورة مجانية ابتداء من الساعة 8 مساء. ننتقل الى جاليري الانستيتو فرانسي دو بيروت اللي راح تستقبل معرض للفنان اللبناني سماح الحكيم بعنوان سكيزو بويزي، وذلك احتفاء بالقصيده اللبنانيه الفرانكوفونيه. الافتتاح لهالمعرض راح بيكون ب 5 نيسان على الساعه 6 المساء. ديستوبيا عنوان العرض المسرحي لفرقة منوال. العروض اللي انطلقت ب 22 أذار باستوديو زقاق بالكارانتينا رح تستمر لغاية آخر الشهر على الساعة 8:30 مساء. منتابع وعمل مسرح جديد بعنوان 60 سنة 70 يوم، عرض مسرحي اللي بيقدم حياة من مشاهد زوجية، كتابة وإخراج جابرييل يمين، تمثيل ميشيل أبو سيمين ورولا بقسماطي. العروض بتنطلق ابتداء من هالأحد أول نيسان بذا بالاس حمراء بمركز الأريسكو. ستين سنة وسبعين يوم، حياة من مشاهد زوجية. بيروت جام سيشنز بيقدموا الفنان جالين نغوندا يلي رح بيقدم امسيه بالجاردن ستيت بسن الفيل، وذلك ب 12 نيسان على الساعه 8:30 المساء.
ودائما مع الحفلات الموسيقية بتجتمع فرقة فريق الأطرش اللي بتقدم الهيب هوب مع فرقة ليزي لونج، فرقة الاندي روك اللبنانية، بأمسية بستيشن بيروت، ورح بيقدموا خلالها فانك روك فيوجن. الموعد رح بيكون بكرة ب 29 شهر على الساعة 9 المساء بالستيشن بيروت، ونسمع سوا فرقة ليزي لونج. من الحفلات الموسيقية بنرجع للعروض المسرحية، وعروض مسرحية طرة نقشة لازالت مستمرة، هالعمل من تأليف وإخراج كميل السلامي، والعروض عم بتكون كل خميس جمعة سبت وأحد على الساعة 8:30 مساء على خشبة مسرح دوار الشمس بالطيوني. وتعلمت البنت في المدرسة؟ يا إبرتي يا إبرتي، أنت جميع سلوتي، أخيط ثوبي بك وأرف ثوب إخوتي يا إبرتي. وتعلم أخوها أنا ليك من الهندي، ومن السبت والقبدي أمير في بني جنسي، وإداج على رأسي أمشي مشي المختاري. من مسرح دوار الشمس إلى مسرح المدينة بالحمرة، وأسبوعين أخيرين لعروض مسرحية حكي رجال، هالخميس جمعة سبت الأحد والخميس جمعة سبت وأحد الجايين. هالعمل من تأليف وإخراج لينا خوري. ومنتابع مع عروضنا المسرحية ومسرحية أفيون. اليوم العرض الأخير، العرض رح بيكون بمترو المدينة، وهالعمل من إنتاج مسرح شغل بيت من تمثيل مايا السبعلي وفرح البزري، لكن اليوم العرض الأخير على خشبة مسرح مترو المدينة. حس إن أفيون قال إن خدرته لأن حبته. ولكل اللي حابين يتابعوا أعمال سينمائية لبنانية، فيلم مورين يلي انطلق الأسبوع الماضي بالصالة اللبنانية طبعا عروضه لازالت مستمرة، عمل مميز جدا من إخراج توني فرجلا ومن تمثيل مجموعة كبيرة من الممثلين كارمن بصيبس، مونير معاسلي، تقلى شمعون وغيرهم. العروض لكن عم بتكون بكافة الصالة اللبنانية. تركتني وفليت، حبسني العسكر البيزنطي لما هجموا العرب واحتلوا القلعة في لاتون. إنه دينتنا من فخارة نوصة ملتك أنت البنت الصغيرة وعطا صغير. وقف، ما بيصير نزرناك على الألمون. ليش ما قلت لي إنه عندك صبي عسكري؟ شو اسمك؟ مورينو. بعده صغير، كيف قبل امينه بالعسكرية؟ وين كنت؟ بالسهرة. السهرة خلصت قبل نص الليل. إذا دعتك إيدك للخطية طاع. في نارة! شكله تجرب. مين ما بيتجرب؟ مع مورين بنكون وصلنا لختام جولتنا الفنية والثقافية. وضع الطرقات هلأ مع جوال. من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير معنا المشغل جوزيف غاوي على الخط. مرحبا. صباح الخير، كيفك؟ ماشي الحال. تفضل. بلش من المدخل الجنوبي مثل ما بين قدامنا، حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه كولا، كمان نكمل حركة سير كثيفة من الكولا باتجاه نفق سليم سلام وصولا للوسط التجاري. في عنا بدنا بس نذكر المواطنين انه اليوم في تجمع للعسكريين المتقاعدين بالوسط التجاري برياض الصلع وبساحة الشهداء كمان. بلش التجمع بس بعد ما في كتير ضغط تاني، بعد مش مأسرع السير وما في قطع لأي طريق. مدخل الشرقي حركة سير كثيفة اليوم من الجمهور. جوزيف، ما في اجراءات بخصوص هذا التجمع؟ بلا اكيد في اجراءات قوى امنيه اكيد بالمكان من لا قصدي انه تتسكر طرقات تنفتح بعد هني ما في هني بعد المتجمعين او المتظاهرين بعد هني ما في تسكير للطرقات. اوكي، بعد هني مش عارفين شو بدهم. اوكي
مدخل الشرقي حركة سير كثيفة من الجمهور باتجاه اليردة وصولا للصياد. من الصياد عم تكمل حركة سير ناشطة باتجاه اتصال رئيس امين لحود وصولا لأكيد للكارانتينا. أوكي. حركة سير ناشطة اليوم من جسر عدلية باتجاه الأشرفية. عنا حركة سير كثيفة من البربير باتجاه كورنيش المزرعة. كذلك الأمر من تقاطع أصقاص باتجاه بشارة الخولي. عنا حركة سير كمان كثيفة من جامع عبد الناصر تقاطع عبد الناصر كورنيش المزرعة مثل ما ذكرنا. أوكي. حركة سير ناشطة من تقاطع الحكمة أشرفية باتجاه برج الغزال. عم تكمل حركة سير كثير منيحة معنا أي ضغط سير وصولا لبرج المر. برج المر كمان عم تكمل حركة سير كثيفة باتجاه شارع الحمراء. اوكي. الخط البحري حركة سير ناشطة بالاتجاهين من عين المريسة للروشة. المدخل الشمالي حركة سير كثيفة من الدبية باتجاه أم الياس. عم تكمل كمان كثيفة لهر المود جسر الدورة وصولا لشهر الحلو. أوكي. شهر الحلو يعني مثل ما بين قدامنا كان في إجراء لقوة أمن الداخلي مع الجيش بكرمال التظاهرة. بتكمل حركة سير ناشطة على الطريق البحرية كثيفة من تقريبا برج الام تي سي باتجاه الصيفة. نعم. من الصيفة باتجاه الوسط التجاري بلشت تصير حركة كثيفة. هذا بالنسبة لحركة السير. هلا بتخيل انا اليوم بعد الظهر رح بكون في عشق سير كتير قوية على مخارج بيروت. مزبوط. لأنه بتبلش العطلة. مزبوط. مزبوط. اوكي. في عنا بس اشغال من جسر الواطي باتجاه الحايك. هذه الأشغال رح تستمر لخمسة شهر الجاي لشركة كهرباء لبنان. عملت حركة سير أكيد كثيفة بالمحل. أوكي. الحوادث تسجلت عنا بالأربع وعشرين ساعة الماضية تسجل عنا 16 حادث. للأسف عنا قتيل و18 جريح. مع حضر السرعة الزايدة اللي صدرت كمان بالأربع وعشرين ساعة الماضية سجل 1167 محضر سرعة. أوكي شكرا لك جوزيف. نحن بنحكيكم بكرة أكيد لمزيد من التفاصيل حول أحوال الطرقات. هلأ رح توقف مع فصل جديد ونرجع بعده لمتابعة أخبار الصباح. صباح الخير. بأقل من 24 ساعة كان المشهد الدولي أشبه بالإعلان عن حرب عالمية ثالثة، والرقم القياسي بطرد الدبلوماسيين الروس من قبل الأمريكيين والأوروبيين بيعكس حجم التشنج الدولي. أما لبنان الخارج من تشنج تأليف اللوائح سجل رقم قياسي انتخابي بعدد المرشحين والمرشحات، وبالأرقام 58 مرشح خرجوا من السباق و77 لائحة على طول الجمهورية. الماكينات الانتخابية أدارت محركاتها، وبالتنافس الديمقراطي إذا كان بعض القوى فقدت الروح الرياضية وعم تشعر بطعم الخسارة المسبق، فبالمقابل بتبقى الخردة الزرقاء بما تمثل حاضرة لحماية كل لبنان. محطتنا الأولى لليوم تنموية، فبخطوة بتهدف لتعزيز التنمية الريفية ودعم الأنشطة الزراعية والحرفية والسياحية بالقرى، أطلقت مجموعة من المنظمات الشبابية والبلديات استراتيجية علي الأصيلة أو أوثنتيك علي، المتوقع أن تعيد علي وجواره لخارطة السياحة الوطنية والعالمية. تقرير بيلقي الضوء مع الزميل خالد أبو شقرة. بعد أشهر من التحضير والعمل الجدي ولدت من رحم الحاجة للتنمية الريفية استراتيجية علي الأصيلة. الخطوة تبلورت بمشاركة 20 قرية تمتد من علي وصولا لجسر القاضي لتعود وتشمل بالمراحل المتقدمة كل قرى القضاء. للاستراتيجية أهداف عملت على صياغتها المنظمات البيئية البلديات وخبراء أجانب لإعادة وضع ما تسخر فيه القرى من ثقافة وأصالة وجمال وإبداع السياحة الوطنية والعالمية. نحن اليوم علي الأصيلة عم نخلق نموذج تنمية ريفية متكامل على صعيد قضاء علي، يعني هو فعليا نحط ايدينا بايدين بعضنا اذا لغى الدرجة، نخلي كل مقدم خدمات من اللي بتعمل خبز عصاج للي بيعمل فخار للي عنده مطعم للي عنده اوتيل للي عنده ضرب اللي عنده حقلة اللي عنده جنينة اللي عنده شوية تراسات حابب يرتبهم، نحن عم نخلق
عم نخلق مثل خارطة، نجمع هود الناس ونسوقها ونحطها على خارطة السياحية اللبنانية. الفكرة انه نحن نسوق المناطق، يعني نطلع شو هي هالمعالم الجاذبة اللي موجودة بهالمناطق، شو هي الخدمات اللي موجودة بهالمناطق، ونجرب نسوقها ببلاتفورم واحد. هيدا اللي صار بالشوف. نحن بحاجة للسلطات المحلية، هي تقوم بالتخطيط، تقوم بالتنمية. من هون كتير اساسية هيدي الخطة اللي عم بتصير على مستوى قضاء علي، كرمالتها نقدر نقوم بالقضاء ونطور المنتج ونعمل له براندينج. ساعتها بيجي دور وزارة السياحة كرمالتها تدعم ونكمل بعضنا مظبوط. الخطوة عم بتلاقي على الأرض ترحيب الأهالي وتشجيعهم، فالمنطقة اللي حصر دورها خلال أعوام على تقديم الخدمات للسياح الخليجيين بحاجة اليوم بعد انحسار وجودهم للإضاءة على بقية مقومات السياحية والثقافية وحتى التراثية والفكرية. إنه هيدي بتفرجي كمان يعني المقومات اللي عنا إياها يلي مخبية، يعني الناس بتشوف الأشياء المضوية مثل مطعم أو شيء هيك، بس في الأشياء البيتية المخبية مش عم بتبين. نحن أهم شيء عنا يتعرفوا على المون اليدوية، يتعرفوا على المناطق الحلوة مثل علي، مثل سوق الغرب، على الغابات كمان حب علينا يشوفوا الخضار الحلو اللي عندنا، يشوفوا الجبال الحلوة اللي عندنا. احنا في عنا مناطق كتير حلوة يعني بعلي وحوالين علي، في قرى بتعمل شغلات بلدية، شغلات امور كتير ممتازة وكل العالم بتحبها وبتأيدها. للأسف إنه نحن كتير متأثرين بشكل عام بلبنان وبالشرق الأوسط، متأثرين من الثقافة الغربية كتير، وننسى نحن الثقافة العريقة اللي عنا إياها نحن، عادات والتقاليد، هي مصدر عايش وشيء كتير مهم. المطلوب المعرفة والمطلوب الدعم، هي جرد كله اللي بتطلع بحمدون، بتطلع سوفا، بتطلع على مناطق كلها سياحية، بتروح رشمية، يعني ما عم نسمي نحن نقطة علي كمحيط علي كله منطقة سياحية. للبلديات الدور الأساسي بهالخطة، وعلى عاتقهم بتوقع مسؤولية التنمية اللامركزية ودعم كل الأنشطة اللي من شأنها تعزيز صمود الأهالي وبقائهم مكرمين بقراهم. أخذنا هالمبادرة وأطلقناها وعم ندعمها لأنه نؤمن أنه ما حك جلدك إلا ظفرك، لأن احنا بنعرف أكثر شيء مشاكل العالم وبنعرف كمان شو بتعاني من مصاعب ومشاكل. إذا نحن ما أخذنا المبادرة لإطلاق هالاستراتيجية أو للاهتمام بكل نواحي الثقافية والبيئية والتراثية بمنطقنا، ما نتوقع من حدا يجي ياخد هالدور عنا. وعم بفوتوا انه شو لازم نطور نفسنا حتى نلاقي عدد اكتر من الناس من السواح، ان كان بالسياحة الدينية او بالسياحة بالمناظر الخلابة الطبيعية او بالاحراش او عن هورة. علي الاصيلي او اوثنتيك علي، مبادرة واعدة تجمع بين الاصالة القروية والحداثة العالمية لتكون النتيجة قيمة مضافة للمناطق والزوار على حد سواء. نتابع حلقتنا وتحت عنوان الوفاء والعطاء، أقامت بلدية فرن الشباك سهرة غنائية ترفيهية بمناسبة عيد الأم. هالعمل المسرحي الغنائي أتى بالتعاون مع الكاتب والمخرج جورج أنيس خاطر وشكل مساحة فرح للأمهات الحاضرات. تفاصيل أكثر مع زميلتنا رولا أمين الدين. نهار مننطره مناطره، يعني عرفتي كيف؟ لانه منكون كتير مبسوطين، ينشرح قلبنا، بنضحك بنتسلى بننطرب وبنضحك، بنبسط اكيد. والعالم بحاجه لتكون مبسوطه وتغير جو لانه كله ستريس. خلينا اياكن يا امات، اماتكن انت طبعا التلفزيون وتعبوا العالم كن يا
الاحتفال بالأم لا يزال مستمر، وهالمرة بدعوة من بلدية فرن الشباك لأراضي تكريم الأم بطريقتها الخاصة، فبجو من الغناء والتقليد وإعداد سكتشات من كتابة وإخراج جورج أنيس خاطر، امتلأت كنيسة مار نهرة بالزوار الكبار والصغار لأراضوا الاحتفال بسهرة غنائية ترفيهية خاصة. قالوا لأنه عيد الأم أحلى شيء، وأحلى شيء الجمعة كلنا سوا. تحس الأم إنه مكرمة، إنه مقدرة، جايين لهم من فوق الشباك من شارع المعوني، وكتير مبسوطين إنه جايين لهون. جاي أنا وصاحبتي، أنا وجارتي. الله يعطي اللي عم يعمل هالأشياء بشكل مجاني كمان، كتير حلو حقيقة. مش قصة مصاري، قصة اللي بحس الإنسان هيك إنه في مجتمع وفي ألفة. أدى الاحتفال تحت عنوان مهرجان الأم الوفاء والعطاء، حيث شارك فيه مجموعة من الفنانين كنصيف راضي، كاتي زخور، جورج حريق وغيرهم، لأرادوا إهداء الأم مجموعة من الأغاني الخاصة. هو حفل أرادته بلدية فرن الشباك عين الرمانة تحويطة النهر أنه يتكرر سنويا كجزء من مسؤولية البلديات وتعزيز دورة ثقافي والاجتماعي. والبلدية مصرة على نشاطات ثقافية وتربوية، وهيدا شيء مشكور عليه، وبتمنى كل البلديات تاخذ هالمنحة. هيدا عندنا هدف انه فعلا نعمل من وقت لوقت مهرجانات اذا بدنا نسميها، او احتفالات تشاركوا فيها الناس وعن جد فور فري، لانه نحن بالنهاية كنقابين عم نشتغل للفن. الأم دورة ما بينتهي، ودورة كتير كبير، وبتحمل كتير معاناة وكتير تضحية وكتير عطاء، فهيدا اقل شيء نحن بنقدر نعمله. شو فينا كمان بهالمناسبة انه نعطي فرحة للناس، وإن كان بالسكتشات إن كان بالنكت إن كان بالتقليد. ضوئي الإشارة أحمر، تفاجأوا بالإشارة، وقفوا عرب الشرطي شافهم اخطيطة بالسيارة معبة، طلع فيهم هيك شو جبت، طلع الزجاج قال له ما تقلع عجيج بعجيج، الريحة طلع مطرق، يلا نشوف يلا نشوف هيك، قال له اسمح لي بوراقك، قال له شو؟ قال له عم بقول لك اسمح لي بوراقك، قال له وبيشوف لف. بلدية بتنطلق منها المبدأ يعني. الناس كلهم متساويين ببعضهم، مهم دور البلدية تأمل له المجال يكونوا فرحانين ومبسوطين. ومنتأمل نحن وياهم وكل الناس انه البلد يقطع هالمراحل السوداء هيدي، تنرجع نعيش بفرح مظبوط مثل ما لازم. الموضوع حضرتك قالت لي ابني وانا بدي ابني. مي ماذر بيبي، انا امه وانا خلفته ومعي افاده منك. يي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 
هربي ولا بابي حبيبي حياتي أمي. مدام ولا بابي حبيبي حياتي أمي. معقول مسرحية كتير تحكتنا وكتير حلوة، وبحب دايما اجي احضر مسرحيات، اغاني كتير حلوة. وراح اعطيكي ابنك بس بدك تحطيه بين عينيك وتهتمي فيه كتير، لانه مطلوب تخلفه وتربه مش تخلفه والسلولار تحبه. ومننتقل هلأ إلى فقرة السؤال اليومي، وسألنا الناس ليش كانوا يضربوكم أنتوا وصغار. خلينا نشوف سوا شو جاوبوا الناس وتعليقاتهم بهالتقرير. من أمي يا رات بعد عم تقتلني. الأنفة مثلها أنا كانت شيطان عزبها كنت أقرصها بس ما بدي لك وين. يعني أجل لك يا بالمشية يا بالفرشية الشعر رزق الله، كانت أيام حلوة.
النبريس بالنبريس ايه من النبريس ايه رحنا على البحر ضربنا بيه مش امي بيه امي كانت تخبينا تحامي عنا امي كانت تدافع عنا ولم تزل ضربنا 3 ايام بالحمام عنا صالون كان طوله شي 8 امتار اني اركض بالصالون وهو راكد وراي بالنبريس طالني بضربتين يعني الا ما حر شوي بالبيت هيك زي هيك الاتله وكما اضبين اضبين وبالصرومي صرومي اجلكم دي هيك 500 قتلة أنا لحتى من مرتي عم بيك القتلة بيك القتل وبنت عم تتخب بالشحيطة بالقضيب والله أنا هيك القتل أكيد الواحد لما هيك القتل ما بيصير والقتل الأم هو ذهب بعد الأم ما فيه لو ضربوا الولد لأنهم بيحبوه وبيربوه لهلا بس يحكي معنا بين عقولنا نحط رأسنا بالأرض ولا شيء أبدا بين 5 أخوة أنا الوحيد اللي ما أكلت قتلة أنا كنت أسمع الكلمة سوري في وحده لانه اخذت لها القلم الحمراء تبعها نزعت لها اياهم ورسمت فيهم على الحيطان وهيدا فقررت احط لها اياهم بالحر وخلتني احطهم على الشفافه وحرحرت لا لا ابدا حتى انا اولادي ما بحياتي مدت ايدي عليهم لا ابدا ولا مره ما بتذكر اني مره كانت قتلي بحياتي ولا مش شيء حتى انا والله لما باكل قتل ادخل راسي مكسره ما بتذكر الحمد لله مهذب من صغري ايام حلوه كلها ايام ضايعه كانت والدتي الله يرحمها ويرحم امواتكم لما تستحكم فينا بالحمام تكمشنا بالحمام وتعضنا وتشيل بريمنا هذه ما بنساها انا اذا حدا عذبها شو ما في بايدها بتضرب بتصيب ايه سكينه معلقه شو ما كان الله يرحمها اكل هذا الشبعان ليك راسي كيف كله بدغه والله كنا نعذبها نحن وصغار شو ما يطلع بايدها بعصايه بسكربينه لا ما كثير شوي شوي انا حياتي سلسه وهني لا خي في عندي خي واحد كان رزيل كثير يعني هاي عينه كان يعني بالبيت عندي الوالده الله يطول عمر والدتك ووالدتي بجا محمد بتدايني اجلي معه الله وكيلك عملت لي قتلك كيف شو بدي اقول لك سحبت المشيه البلاستيك كانوا ايام منغشر لما كنا صغار سحبتها ونزلت فينا الله يطول عمره بجاه النبي ايه لكن عشان بس بسمع الكلمه بدي اكل قتله ما كنت احفظ درسي اجوا اولادنا نفس الشيء عم يعملوه ايه اكل قتله من ام كبيره ايه عملت حالي صايب رحت اتخبرت ولا شر شيء صرت اكل عم كمشتني كانت قتله غير شكل اكثر شيء بالتربيه ما في اطيب مني خاصه هون هون بعد بحس حتى عملتها سرمية هون وسرمية هون اعمل هيك وارجع اعمل هيك اعمل هيك وارجع اعمل هيك قد ما اكلين قد لي قد ما بدك ليه؟ كانت تنزل تحت الفرشة وتعلي الفرشة وتخبط فينا يا مالي بالشحاطة تلحقنا ولا مرة ابدا ما ضربونيش بهادي الباس بهادي ايه ما عندوش علي بالضرب اكتر عنده علي بالسلم منطق اكتر شيء مشاهدي اللي عم نشوفهم هن مسابقة شارك فيها اللاعب جورج لطيف اللاعب الدولي برياضة البلياردو الفرنسي 3 أضلاع أهلا وسهلا فيك جورج هلا فيكم قبل ما أعرف تفاصيل المشاهد والمسابقة شو يعني بلياردو 3 أضلاع غير البليار العادي اللي منشوفه نحن صح صح البليار الفرنسي مختلف كليا عن البليار الأمريكاني والبليار الإنجليزي هن في 3 أنواع بليار فرنسي انجليزي امريكاني الامريكاني هو الايت بول والناين بول الانجليزي هو السنوكر والفرنسي هو البليار المسكر 3 اضلاع يعني بالزوايا ما في هول البوكتس يلي مفروض الطابه تنزل صح فيهم صح ما في جيوب ما في جيوب على بالطاوله اوكي هول المشاهد بتركمانستان بس اشتركتوا بالبطولة من قديش تقريبا هيدي هيدي السنة الماضية كانت بشهر 9 اوكي وحستوا هون الميدالية البرونزية صح يعني المركز الثالث للبنان من بين 48 دولة صحيح جورج هيدا صحيح. اكيد انجاز خاصة انه رياضة مش كتير متداولة تنقول مش كتير معروفة نحن يعني هلا طلتنا
عشاشتكم الكريمة على أمل نضوي نسلط الضوء على هيدي اللعبة لحتى نفرج الناس أنه في عنا مواهب، في عنا أبطال من لبنان وقادرين ننافس برا، وإن شاء الله هيك نقدر نوصل هالمساج هيدي. طيب أنت كيف وصلت لك هالمساج؟ يعني كيف تعرفت على هاللعبة؟ كيف تعرفت عليها؟ هي تعرفت عليها من عمر 18-19 سنة، كانت مختلفة عن هيك شوي، كان البليار أصغر، تطورت اللعبة، صار البليار أكبر، ونحن بنمشي مثل هالألعاب العالمية، يعني كيف بيطوروا اللعبة نحن بنطورها معهم. تتطوروا معها لما تتطور يعني. طيب إذا ما في بوكيت، ما في هول الجيوب يلي بتنزل فيهم الطابة، كيف سيستم اللعبة؟ هي إذا بدك هي ماتماتيكال لوجيكال مايند اللعبة، يعني بده واحد حسابات يعني. كلها حسابات، كلها أنجلز تعتمد على الحسابات، على الدقة، على التركيز، وبدنا نعمل ثلاث أضلاع، يعني ثلاث طابات في على البليار، طابة صفراء، طابة بيضاء، وطابة حمراء. الطابة الصفراء افتراضيا بدها تضرب البيضة، طابتي بتعمل ثلاث أضلاع، مش هيك بنسميها سبيكيشن. اوكي، بتضرب فيها اما بتكون زبطت معك يا اما ما بتكون زبطت، بس نسجل نقطة بنكفي، وفي حال ما تسجل ثلاث أضلاع ببلش اللعيب الثاني. اوكي، هيدي مشاهد من بألمانيا وورلد تشامبيونشيب. هيدا اخر مشوار عم، هيدا اخر مشوار، اخر مشوار كان لي الشرف شارك انت وياسر شهيب، بطل لبنان، بطل لبنان ياسر شهيب، كان لي الشرف شارك معه بهالبطولة، عملنا نتيجة موفقة، ضوينا على المستوى اللبناني، عندنا مستوى جيد جدا، وسألنا حقيقة انه ليه انتم ما بتشاركوا بهالبطولات، عندكم هالمستوى هيدا، ليه ما بتشاركوا؟ بدنا دعم مادي، بدنا سبونسرز، مع انه في اتحاد، في اتحاد، بس هون كمان عبر هالمنبر هيدا وشاشتكم الكريمة بنحب نوجه رسالة انه هالمؤسسات الحكومية تتطلع بالاتحاد، حتى الاتحاد، لانه الاتحاد منه مقصر، بس مثل ما بيقولوا العين بصيرة واليد قصيرة، يعني منه قادر، امكانياته المادية ما بتسمح له. ان شاء الله هيك المؤسسات الحكومية تتطلع بوزارة الشباب بالاتحاد، والاتحاد على اساسها بيتصرف. نحن فينا نشارك، في عنا 11 مرحلة من مراحل بطولة العالم بتصير باوروبا، باسيا، بامريكا الجنوبية، وان شاء الله انه هيك نقدر نشارك بهالبطولة. ولا مرة شاركتوا بهالبطولة؟ بلا منشارك، بس بتكون بمراحل معينة، بتكون على نفقتنا الخاصة، يعني واحد بتضل يسافر ويدفع من جيبته بتصير صعبة. وبتوصلوا للمراحل النهائية؟ يعني هي كيف بتصير، مثل إليميناسيون مرحلة بعد مرحلة أو؟ صحيح صحيح، بنبقى حوالي تقريبا شي 250 لعيب، بتبلش بالتصفيات أول شيء لنوصل للكواليفيكيشن يلي بتصير من 32 لعيب، 32 لعيب هون بتصير نوك أوت، اللي بيخسر بيطلع برا وبيتوج بطل. طيب انت ما قلت لي كيف تعرفت عليها، يعني اول شيء شفت هالجيم وين على التي في بالموفي؟ لا بالحقيقه خليني اخبرك، مزبوط بلشت بهيدي الجيم، كنت العب البليار الامريكاني البول العادي العادي اللي كلنا بنعرفه. صحيح صحيح، تعرفنا على هيدي اللعبه ولقيت فيها دقه اكثر وتركيز اكثر، تحدي اكبر وتحدي اكبر بقى. قديش بيبلغ عدد اللاعبين لاعبي هاللعبه بلبنان جورج؟ نحن تقريبا قربنا لل 150 لعيب. في سيدات بيناتهم؟ في سيدات، في سيدات، وان شاء الله عدد اللاعبه يزيدوا اكثر والسيدات يزيدوا اكثر. اوكي جورج، المباراه بس تبلش في مده زمنيه هي محصوره فيها او حسب النقاط؟ يعني كيف بتصير اللعبة؟ نعم حسب النقاط، يعني اللي هي بتكون يا اما 30 نقطة او 40 نقطة، خاصة انه مثل ما شفنا بالتزامن بيكونوا عم بيلعبوا سوا. صحيح بتصير، صحيح هيدي، بس يكون في بطولات رسمية الكل بيلعبوا بالتزامن مع بعضهم. هون عم تستلموا الجائزة؟ ايه صح، هون اخذنا الميدالية البرونزية. نعم. كيف تطلع هون اذا بدك جورج؟ على هالشاشة كرمال الصوت. اوكي لما تكونوا عم تلعبوا بيكون، كنت عم تفسرنا انه بتلعبوا باراليل على بعضكم، قديش برايك المستوى اللبناني مقابل مستويات العالميه؟ خاصه انه عم بتقول انه ما في دعم، ما بعرف قد ايه بتتمرن، هي لعبه حظ ولا حسابات ولا كيف؟ لا هي بتعتمد على السكيلز، على المهارات بالطبيعي فيها نسبه الحظ بس بتكون قليله.
نحن قادرين ننافس ابطال العالم وخاصة ان الصور اللي عم تشوفوها هون بتركمانستان قدرت تغلبت على كيم هاينجيك اللي هو بطل عالم مرتين 40-28 وهو كان سبب اساسي يلي خولني احرز الميدالية البرونزية حياتها. مستوياتنا جيدة جدا بس بدنا مشاركات اكثر، بدنا سبونسرز. تتمرن؟ اكيد كل يوم؟ كل يوم بين الساعتين وثلاث ساعات. اوكي، نحن بنشكر حضورك معنا جورج الطيف اللاعب الدولي برياضه البلياردو الفرنسي ثلاث اضلاع، بنتمنى لك التوفيق على امل انه يكون في دعم اكثر لهيدي اللعبه بلبنان وعقبال انجازات جديده وميداليات جديده ان شاء الله. ان شاء الله خير. ميرسي كمان لاستضافتكم. بحب وجه تحيه بس قبل ما نغادر هالحلقه لرئيس الاتحاد اللبناني سيد مصطفى حيدر، امين العام سيد مالك برجاوي، والابطال جهاد الفاط، ياسر شهيب، سويل عبد الله، جان جرجوره، بوجه لهم تحيه ونحن كمان نسلم عليهم. ميرسي ميرسي كثير لكم كمان. اهلا وسهلا. يلا يلا يا خليك خليك دقيقه بليز. رح نتابع حلقتنا وننتقل الى نادي ثقافه العربي بالحمراء لنتابع امسيه شعريه جمعه الشاعره والاعلاميه ماجده داغر مع الفنان جهاد الاطرش، وتفاصيل اكثر لزميلتنا مريم الحاج يلي قدمت هالامسيه بهالتقرير. فالحب ليس مسرحا نعرض فيه آخر الأزياء وأغرب الأزياء، لكنه الشمس التي تضيء في أرواحنا والنبل والرقي والعطاء. فابحث عن الشمس التي خبأتها في داخلي إن كنت حقا تعرف النساء. لما يلتقي الشعر الإعلامية ماجدة داغر بصوت وإلقاء جهاد الأطرش بتقديم وكلمة الإعلامية الزميلة مريم الحج بأنامل الموسيقية عازفة القانون صوفي الزين، ما بتكون النتيجة إلا أمسية شعرية فنية وثقافية عن جدارة بتجمع الشعر بالموسيقى وبالجمال للاحتفاء بالنهار العالمي للشعر بقرار من منظمة اليونسكو اللي أعلنت من سنوات عديدة تاريخ 21 أذار نهار الاحتفاء بالشعر بالإمرأة الأم وبقدوم فصل الربيع، مما دفع النادي الثقافي العربي بالاحتفال فيه وبتنظيم أمسية شعرية استثنائية. نتمنى أنه هذا اليوم يعني يعمم على كل أيام السنة. نعرف أنه الشعر اليوم فينا نقول أنه بتراجع نوعا ما مع كل اللي عم نشهده من ثورات تكنولوجية ورقمية. عودنا نادي الثقافي العربي انه دائما في المناسبات الثقافية الفكرية انه يكون له لفتة كريمة ويدعو المحبين ومحبي الكلمة والثقافة والادب والشعر الى لقاء في مركزه. احبني احبني بكل ما لدي من صدق ومن طفولة وكل ما احمل للانسان من مشاعر جميلة. أحبني غزالة هاربة من سلطة القبيلة. أحبني قصيدة ما كتبت وجنة على حدود الغيم مستحيلة. لأنه الشعر بيشبه كتير الربيع بالتجدد وبالأمل وبالجمال. تعيين كمان اليوم العالمي للشعر لما بيعينوا له نهار مثلا معينوا نهار للروايه كمان فيها شيء كانه بدهم ينهضوا بالشعر، لانه الشعر اليوم مغبون للاسف يعني امام الاجناس الادبيه الاخرى. اولا كاله القانون الشرقيه في عنا التقاسيم وفي بدي رافق اكيد نبره الصوت والكلمه المطلوبه، بنحاول انه نكون غطاء او غلاف للكلمه. لو لم تكوني انت في لوح القدر لكنت كونتك يا حبيبتي بصورة من الصور. كنت استعرت قطعة من القمر وحفنة من صدف البحر وأضواء السحر. كنت استعرت البحر والمسافرين والسفر. بهالأمسية تمجدت الامرأة بكل جمالها، احتفوا بالحب، العشق، الفراق والحياة، فتناولوا كل من ماجدة داغر وجهاد الأطرش شعر إليا أبو ماضي، الأخطل، نزار إباني، محمود درويش، وبالإضافة لمقتطفات من شعر ماجدة داغر من دواوينها القديمة والجديدة الغير منشورة لتتمايل الكلمات على عزف القانون وترجع للشعر رونقه ومقامه. فهذا النشاط هو لنقول نحن أنه بعض الشعر موجود بقوة بلبنان، حتى كمان
انه نشجع العالم على المتابعه بهالادب يلي بلش للاسف عم بيتراجع لصالح الروايه ولصالح كل الاداب الثانيه. مناسبه عالميه يعني كلنا بنحتفل فيها، ونحن بنعتبر الشعر اهم من الموسيقى واهم من الفن التشكيلي اللي هو الالوان، ويمكن بعتقد هو كمان يلي بكمل الفنون الباقيه بلبنان. شاعر يدخل الى القلب، وهذا النادي الثقافي العربي لا شك انه منبر لكل افكار اللبنانيين المثقفين ومتابعينه من زمان. وجه كنا نجي نحن وشباب من الجامعه الامريكيه نجي دغري لهون على النادي. كوني التفاحه واخدمي شهوات العالم، للعالم بوابة لا يفقهها سواك، أنت الفاتحة والسلطانة والغريبة في أزقة يوم الحشر، أنت الرمانة والريحانة والرمالة في الصحراء المحجوبة عن أهل المطر. المشاهد اللي عم نشوفها هي لأسطح مباني مدرسة الACS، مدرسة جالية أمريكية ببيروت، يلي دشنت الأسبوع الماضي أكبر منظومة للطاقة الشمسية بمدارس لبنان. ولنضوي أكثر على هالموضوع والإنجاز البيئي بنستقبل اليوم الأستاذ كريم أبو حيدر، نائب مدير مدرسة الجالية الأمريكية ببيروت. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك معنا، وعن جد مبروك هالإنجاز. يسلموا. شكرا. يعني لو خطوة صغيرة بس يمكن خطوة ورا خطوة بنقدر نوصل يمكن لأقل تلوث، وبنفس الوقت نحافظ أكثر على البيئة وما نستخدم كمية كهرباء كتير في لبنان. مزبوط، هذا هدف من الأهداف تبع المشروع أكيد. بخصوص الكرافات من أجواء الشمس اليوم الشمس خفيفة، أنت مضوع عنها. خجلتيني هلا. لا بالفعل أنه حلو هيك نكون عاملين تام نمشي فيهم. برافو. مش الطلاب يلي خططوا، الإدارة يلي خططت. هذا التخطيط يعني هالقد كان في وعي عند الإدارة وبالتالي عم تنقل هالفكر للتلاميذ. صح، هو التخطيط مجال أكبر من بس الطاقة الشمسية. صراحة نحن حاطين تخطيط لل 2020 أنه نخفف الضغط اللي نحن بنحطه على البيئة 20% من اللي بتنتجه المدرسة. فهيدا أول شيء بلشنا نشيل ورق، نشيل قنينة بلاستيك، هذا نعمل لهم ريسايكلينج ونبعتهم على أماكن يقدروا يعملون إعادة تدوير. وبعدين ركزنا على الطاقة الشمسية لأنه بلبنان الحمد لله في كتير شمس وفي كتير مجال نستعملها، وصرنا بمرحلة أنه صارت تعمل مفعول نستفيد منه. يعني هلأ كل الطاقة اللي ركبتوها بتغطي 25% من الاستهلاك اللي انتم بتستعملوه كمدرسة لما تكون الشمس، هي 100% قوي. صراحة لما اقل اكيد اقل، هيدا اصلا هيك تشتغل. صح. يعني صح، وهي الطاقة تعطينا هي 25% يعني 340 كيلوات. يعني بهاللحظة اذا الشمس دار ب 100% بنقدر نعمل، يعني كأنه عم نوفر عم نضوي 30 بيت مثلا، او عم نضوي 120 صف على سنه كامله. يعني عم تعطي نتيجه كثير عاليه. طب قديش التلاميذ بدورهم حسيت يعني عم بتنموا عندهم جزء من المسؤوليه الاجتماعيه؟ عاده بنقول مسؤوليه اجتماعيه هي عند الشركات، هلا صايره السوشيال ريسبونسبيلتي، بس حلو نشوفها عم بتبلش كمان من المدارس. مزبوط مزبوط. نحن بلشنا يعني صار لنا سنين نعلم تلاميذ يعملوا بروجيات، يشتغلوا بايديهم ويجربوا يساعدوا هالمجتمع. عندنا نموذج هون من الاشياء اللي هن عم بيعملوها بالبروجيات. شو هيدا؟ هيدول مثل البانول اللي بيطلع كهرباء، نفس الشيء، هول نموذج منهم بس هول بينتجوا كهرباء. وهي كمبيوتر صغير وموتورات ولمبات وكذا، فالتلاميذ عم بيشتغلوا على بروجيات. هول كله صنعون التلاميذ؟ لا، هول بنشتريهم وبيركبوهم بيعملوا بروجي ان يجربوا يوفروا البيئه اللي بيكونوا عم يخططوا. بس نفس الوقت عم يشوفوا انه نحن كمدرسه كمان نحن مهتمين وعم ننفذ اللي بيقدروا هن يشوفوه بيستفيدوا منه. يعني نحن لما نحكي استفدنا شغلتين، انه هول
غطوا لنا 20% من السطوح، صار فينا نستخدمهم للعب، للقعدات برا، للاولاد، لحتى لو عم بتشتي كل البانويات بيغطوا بيحموا من المي وبيحموا من الشمس. صح، يعني السطح اذا ما كان عليه حديقه، اذا ما كان مزروع، على القليل يكون في يمكن البانو سولير، وبنفس الوقت انت قلت الطلاب عم بيستفيدوا يمكن من هالفي او هالمكان المحمي اللي صار مزبوط تحتهم. مزبوط. طب خلينا نحكي عن بدايه المشروع، امتى بلشتوا تنفيذه؟ كيف تمول المشروع؟ واسبوع الماضي انتوا اطلقتوه، بقديش كانت الفتره الزمنيه؟ أوكي. بال 2015 بلشنا بايلوت بروجكت، عندنا محل بدير القمر، وجربنا ب 3 كيلوات اذا فينا نمشي المشروع فيه، لقينا انه في نتيجه، والنتيجه كثير فعاله واستفدنا منها. فبال 2014 بلشنا البروجرام، وعلى سنتين 16 و 17 18 نفذنا البروجرام على السطوح. من ضمن البروجرام هو كمان مش بس انه ركبنا بانويات وشكيناهم بالفيش، اضطرينا نغير كابلات بحدود 4 كيلومتر، كابلات جديد داخل المدرسة، داخل المدرسة تنأمن. هيك مشروع قايم يعني. مظبوط، بس كمان لأنه في خطر إذا في كهرباء ماشي والشرائط مش مظبوطين 100% من في مجال يصير في حريق وكذا. بلس هذا البروجرام لأنه نحن بلبنان نموذجية من ناحية أنه عنا كهرباء وعنا موتورات وعنا طاقة شمسية، عنا كل شيء لما نقطع، لا ما بتعرف شو بيصير فجأة يعني. صح، فاضطروا المهندسين بأوروبا يعملوا بروجراماسيون لا بروجرام بيقدر يستوعب هالثلاث أشياء بنفس الوقت، لأنه بأوروبا عندهم يا كهرباء يا طاقة شمسية. صح. نحن منزيد الموتور، لأنه الموتور إذا ما عم بينتج عم بيستعمل نستخدم أكترية المنتوج اللي بيعطيه بيحترق. والطاقة الشمسية عم تعطي كثير، فعم نوصل لمرحلة أنه هالكمبيوتر عم بيفكر من وين يسحب أكثر شيء كهرباء. لما تنقطع الكهرباء في موتور وفي طاقة شمسية. أوكي. أكيد. أوكي. طيب أستاذ، قديش هالمشروع خلى التلاميذ يكون عندهم وعي أكثر على أهمية البيئة السليمة وبركة تخفيف التلوث وكل ما ينتج؟ من ضمن المشروع كمان استخدام التكنولوجيا، بيقدروا كل يوم وكل ساعة يشوفوا قديه عم ننتج كهرباء، بيقدروا يعملوا مشاريع، يحسبوا حساب أنا إذا هلأ عم نوفر مثلا 100 كيلوات شو بنقدر نعمل فيهم هول، كيف نستفيد، كيف يعني تستفيد؟ صار عندهم هالتفكير التلقائي. أكيد 100%، يعني صار عندهم بيقدروا يلمسوها بتكتها، بيقدروا يروحوا دغري يشوفوا على الكمبيوتر قديه عم نوفر، شو بتعني هاي بالحياه. عم بيروحوا على البيت وعم بيقولوا لاهلهم ما تزتوا الكرتون بالزباله، هذا بيقدروا يعملوا له ريسيكلاج، البلاستيك خذوه على المصد، يعني عم بيصير في توعيه بيقدروا يلمسوها، مش وهميه مش او بكتير. يعني. صح. أوكي. صح. الطلاب بكافة الصفوف طلعوا على هيدا المشروع استاذ؟ ايه، من 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 الثلاث سنين لل 18 سنة. ايه كلهم عندهم بيقدروا يستفيدوا من طريقة ما فيه. والاساتذة بما انه هن كمان جزء كثير مهم من المدرسة. من اهم شيء الاساتذة اكيد. هلا كل استاذ حسب شو اللي عم بيعلمه بده يدخل هيدا المشروع بمجاله. اوكي. اذا عم بيكتبوا قصة او عم بي قد ايه كلف ماديا؟ كلف بحدود المليون و200 الف. أوكي. دفعت المدرسة؟ لا، نحن شاركنا مع الاشا اللي ساعدونا بالمواد. الاشا يلي هي بس اذا بنقدر نقول الاشا الامريكان سكولز اند هوسبيتالز ابرود، اعطونا هبه ونحن دفعنا الفرق. اوكي. طيب شو المشروع الاكبر هلا بما انه هيدا مشروع كبير يعتبر وقدرتوا تنفذوه؟ المشروع الاكبر هو التخطيط لل 2020، انه نحن نخفف الضغط اللي نحن بنحطه على البيئه، يعني في بلشنا بالريسيكلاج، عملنا هلا الكهرباء، نكس رح نشتغل على المي، نجرب نستخدم المي بطريقة أوفر، نعمل ريكومبوستينج، يعني حنا كافيتيريا بالمدرسة الطلاب بيأكلوا المواد العضوية ترجع نعملها كمان كومبوستينج تنقدر نستفيد منها، يا نحن نستفيد منها بجنينات عنا يا نعطيها للمزارعين يستفيدوا منها. قد ايه في مساحة خضراء داخل المدرسة؟ تقريبا 10%، ما بتصور كثير اكثر من هيك. بتجربوا كمان تشتغلوا على هيدا الموضوع او المساحه؟ صح. فعليا يمكن ما بتسمح لكم انه تشجروا او تزيدوا خضار اكثر؟ اكيد ما عم نقص شجر،
منشحل ومننمي اللي عنا اياه هون، وكل الملاعب اللي عم نعملهم للتلاميذ كل ما نجدد ملعب عم نعمله بنسميه عم نسميه نحن نيتشر بلاي جراوند، يعني بدل ما نستعمل بلاستيك وحديد عم نستعمل خشب وحبال، وحتى يرجع الولد لانه لسوء الحظ اولادنا عم بيصيروا معرضين للبطون والحديد اكثر ما هن معرضين للشجر والطبيعه. فضروري كثير قد ما فينا نحن كل شيء نعمله نيتشر فريندلي حتى نقرب نرجع نتعلم من الطبيعة مهمة لإلنا. طيب المدرسة إلها فرع تاني؟ لا هي الفرع الوحيد. جربتوا تنقلوا هالخبرية لمدارس تانية أو بركي سمعتوا إنه في مدارس تانية بركي عم تشتغل كمان على المشروع نفسه بما إنه هالقد فعال وهالقد فينا نستفيد من الشمس؟ تعلمنا انه في مدارس كثير بلبنان عم بنفذوا مشاريع مثلها يمكن مش أكبر. نفس الحجم بس في توعيه، وبفتكر تلاميذنا مش بعاد عن تلاميذ اللبنانيه كلهم، وكلنا على نفس الخطوه ان شاء الله نوصل لنتيجه. بعد قد ايه بتبلشوا تلمسوا تنقول يمكن النتائج الايجابيه لهالمشروع؟ يعني ان كان من ناحيه توفير الطاقه حتى توفير الماده، يعني اقل كلفه تنقول مازوت للمطار فاتوره الكهرباء وكل هالتفاصيل عم نلمسها حاليا. يعني نحن المشروع ماشي هلا 100%. هو الاسبوع الماضي تم اطلاقه او اوريدي ماشي من قبل؟ بلشنا بايلول تجربه soft المشروع سوفت لانش، عم تيستينج ذا تكنولوجي وكل شيء، بس فعليا بلشنا باكتوبر ماشيين على المشروع ماشي. يعني صرنا موفرين فوق ال 140 الف طن 1000 كيلو كربون ديوكسيد. نحن بالسنه فينا نوفر 4 طن كربون. فواحد بيحسبها، التلاميذ بيحسبوها انه هي شو بتعني. فهيدي كثير مهمه، تلاميذنا فايتين بالمشروع. هلا التنفيذ هو على طول، ما بيوقف التنفيذ، على طول عم نشتغل تنحسن وضعنا، نوفر استعمال البلاستيك، عم نجرب نشجع الاولاد يجيبوا قنينه مي بدل ما يشتروا بلاستيك، عم نجرب نشجعهم ياكلوا، ما بنبيع بيبسي وسفن اب واشياء فيها سكر كثير. يعني مشروع مش محصور بالكهرباء بس، يعني هي منظومه دماغيه بركي بتخلي الواحد يفكر صح تيعيش صح تا البيئه اللي حواليه تكون صح كمان. يعلموا شو حلو اولاد كثير حلو، يعني اهلهم وكل شيء. هلا في عندنا نحن حلقه بعد مش منتهيه بهذا المشروع، الحلقه الاخيره هي مع الكهرباء لبنان، انه نحن لما ننتج كهرباء اكثر ما فينا نستخدمها بالصيفيه على الويكند يرجعوا يسحبوها على شبكه ويستفيدوا منا العالم اللي نحن جيراننا او حدا بغير منطقه. يعني الله يزيد من امثالكم. الله يخليك استاذ كريم، عن جد عم بحكي زو. برافو كاداره، واكيد عم تنقلوا هالمنهج للتلاميذ. منهج على القليله مش علمي 100%، كمان منهج حياتي. هو بتبلش هو طريقه حياه 100%. اهلا وسهلا فيك، يعطيكم الف عافيه. الله يخليك. نحن لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا، ومثل العاده بيبقى بس تقرير رياضي. بنشوفكم بكره بحلقه جديده، انطرونا. باي باي. يعد ليونيل ميسي هو الناهي بأمره في المنتخب الأرجنتيني خلال الفترة الماضية بفضل الموهبة الكبيرة التي يتمتع فيها لاعب برشلونة الإسباني. كل الأمور في المنتخب الأرجنتيني تحت إمرة ليونيل ميسي، والذي يعتبر المدير الفني الفعلي على أرضية الملعب بجانب خورخي سامباولي مدرب التانجو من على دكة البدلاء. ليونيل ميسي هو من يختار زميله في خط الهجوم المنتخب من أجل إتاحة جميع وسائل الأريحية في الملعب لنجم التانجو من أجل قيادة البلاد لحلم المونديال. خورخي سامباولي أكد ذلك بوضوح في كتابه ماس لاتيدوس أو نبضاتي، الذي يروي فيه سيرته الذاتية والذي سيصدر في إبريل نيسان المقبل، حيث كتب: شريك ميسي سيحدد هو، فهو من سيقرر لأنه يلعب دائما شريك أي لاعب آخر، يمكن أن يكون أي شخص. بما أنه يلعب بشكل دائم فأسلوبه سيحدد ما يحتاجه بشكل أكبر. وأشار سامباولي إلى أنه كمدرب يتولى مهمة تحديد أفضل لاعب يمكن التواصل مع ميسي خلال لحظات مختلفة في المباراة من أجل إضافته لتشكيلة المنتخب الأرجنتيني. الأرجنتين كادت أن تغيب عن نهاية كأس العالم في روسيا لولا التألق الكبير من ليونيل ميسي في مباراة الإكوادور، والتي سجل فيها هاتريك وضع التانجو في المونديال المقبل. فخلال مباريات التانجو يتحكم ليونيل ميسي في إيقاع اللاعب، ويعتمد الفريق على قدرات لاعب برشلونة الإسباني التي تحدد طريقة لعب المنتخب التي يرسمها خورخي سامباولي. سامباولي أكد ذلك أيضا خلال كتابه المزمع نشره الشهر المقبل، إذ قال: ميسي لا يخضع للمتغيرات العادية لأنه حافظ على لقب اللاعب الأفضل في العالم طوال 10 سنوات. وأكد أنه
هذه السمات تغير من طريقة الإدارة الفنية لأي مدرب، واستطرد قائلا: من الصعب القيام بهذا الدور عندما يكون لاعبك يعرف أنه أفضل منك وأنه يؤدي بشكل مغاير لأي فرد آخر، إنها مسؤولية ولكنها بالطبع متعة أيضا. بالرغم من المستوى الجيد اللي بيظهر عليه باولو ديبالا جوهر جوفنتوس خلال الفترة الماضية مع فريق السيد العجوز، إلا أن ظهوره دائما يعد باهتا مع المنتخب الأرجنتيني. ديبالا غاب عن الاستدعاء لقائمة المنتخب الأرجنتيني في وديتي إيطاليا وإسبانيا بسبب تفاوت مستواه مع جوفنتوس عن أدائه مع التانجو، وهو الأمر الذي أكده خورخي سامباولي في تصريحات يوم الخميس الماضي. ذكرت تقارير صحفية أن منتخب إنجلترا سيلعب مباراة واحدة فقط من أصل 3 مباريات ودية مقبلة باستخدام كرة القدم الرسمية لكأس العالم بسبب ارتباط الاتحاد الإنجليزي بعقد طويل مع شركة نايكي. واستخدمت عدة منتخبات من ألمانيا وإسبانيا كرة أديداس تيليستار الخاصة بكأس العالم في مباريات ودية قبل خوض النهائيات في روسيا في يونيو حزيران ويوليو تموز. ورغم ذلك سيستخدم فريق المدرب جاريث ساوثغيت كرة نايكي في لقاء ودي أمام إيطاليا في استاد ويمبلي، وضمن عقد الاتحاد الإنجليزي مع الشركة الأمريكية بيمتد التعاقد بخصوص الكرة حتى 2030. وقالت صحيفة تايمز أن إنجلترا ستلعب بكرة نايكي أيضا خلال لقاء ودي أمام نيجيريا في 2 يونيو حزيران، ولكن الشركة الأمريكية سمحت للاتحاد الإنجليزي بتجربة كرة أديداس في المباراة الودية الأخيرة أمام كوستاريكا في 7 يونيو حزيران، وستكون هذه المرة الوحيدة اللي بينال فيها المنتخب الإنجليزي فرصة تجربة الكرة في مباراة قبل افتتاح مشوار كأس العالم أمام تونس في 18 يونيو حزيران. وسبق أن وجه بعض حراس المرمى ومنهم ديفيد دخية حارس مانشستر يونايتد ومنتخب إسبانيا انتقادات للكرة الجديدة، وتلعب إنجلترا في المجموعة السابعة إلى جانب تونس وبنما وبلجيكا. تتواصل استعدادات اللجنة الأمنية لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019 لكرة القدم لضمان إنجاح هذا الحدث القاري الهام الذي ستستضيفه الإمارات الفترة من 5 يناير كانون الثاني إلى 1 فبراير شباط 2019. ونظمت اللجنة العليا بمبادرة القيادة العامة لشرطة دبي ورشة تعريفية بنادي الضباط بدبي بحضور كافة المجموعات الفنية الفرعية للجنة، وتناولت مهام وواجبات المسؤول الأمني كما تنص عليها التعليمات الدولية وفنيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تأمين الفعاليات الرياضية. وجرى خلال الورشة تعريف المهام الموكلة لكل مجموعة التي تتوزع على الملاعب والتي تستضيف البطولة، إضافة إلى أسس التواصل والتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لإنجاح هذا الحدث. وأكد المشاركون تضافر جهود كافة اللجان العاملة على التنظيم وتقديم المساعدة في إخراج الحدث بالصورة الحضارية المتميزة حتى تكتمل عناصر النجاح للبطولة التي تعكس مدى التطور والإنجاز الذي حققته الإمارات بصورة مواكبة وعصرية. وتعد اللجنة الأمنية العليا إحدى الحلقات المهمة في منظومة اللجان العاملة للتجهيز للبطولة، وتقع على عاتقها مهمة تأمين المداخل والمخارج لألف الزوار وتسيير الحركة المرورية، بالإضافة إلى توفير الغطاء الأمني لجميع مواقع فعاليات البطولة. وتضمنت الورشة التعريف بوسائل الاتصال بين المسؤول الأمني ومراقبي المباريات وكيفية العمل كنقطة تواصل بين الجهات المعنية بالتنظيم والتدريب على العمل بروح الفريق لتحقيق السلامة والأمن للفرق والرياضية المشاركة والحكام المشرفين، إلى جانب أهمية التأكد من تطبيق أنظمة السلامة والأمن وفق معايير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتحقق من شهادات السلامة وطرق إعداد التقارير خلال المباريات وبعدها. الخيار الأول من دار الحي وهو الصرح الذي شهد